اختتام ندوة سوريا إلى أين في الدوحة وسبع عشرة توصية موجهة لقوى الثورة والمعارضة. ومؤسسة تركية تصدر بحثا حول اللاجئين السوريين، ومستشار الرئيس التركي ياسين أقطاج يقول إن أحزاب المعارضة تستغل اللاجئين لتحميلهم الأزمات الاقتصادية. وتعزيزات عسكرية وأمنية للنظام تصل مدينة السويداء عقب احتجاجات شعبية على رفع الدعم والواقع المعيشي. مرحبا بكم. أصدرت ندوة سوريا إلى أين في ختام أعمالها في الدوحة 17 توصية أكدت جملة مبادئ تعمل تحت مظلتها جميع الأطراف التابعة لقوى الثورة والمعارضة السورية. سبع عشرة توصية صدرت عن ندوة سوريا إلى أين في ختام أعمالها بعد انعقادها على مدار يومين في العاصمة القطرية الدوحة. التوصيات تلاها رئيس الوزراء المنشق عن النظام رياض حجاب أمام ممثلين عن مؤسسات الثورة ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للممثلين عن الجاليات السورية والمؤسسات الإعلامية. ومن أهم هذه التوصيات التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والحفاظ على مؤسسات الدولة ورفض كافة دعوات التقسيم وتأسيس نظام ديمقراطي تعددي والفصل بين السلطات وإقامة نظام إدارة لا مركزية على المستوى الوطني. مؤسسات المعارضة كان لها نصيب من التوصيات التي أكدت على ضرورة إصلاح مؤسسات قوى الثورة والمعارضة بما يضمن استقلالية قرارها الوطني ويثبت دورها الخارجي، والعمل وفق استراتيجية جديدة ووضع جدول زمني محدد لإصلاح مؤسساتها. العمل مع مؤسسات المجتمع المدني للحصول على دعم دولي لعملية الاتقال السياسي وضرورة صياغة خطاب وطني جامع ودعم جهود مؤسسات الإعلام السورية. وفيما يخص الشعب السوري أكدت التوصيات على حق هذا الشعب بكل مكوناته في الانتقال السياسي والتداول السلمي للسلطة وفق القرارات الدولية بما يكفل إنهاء نظام الاستبداد والفساد. وأخيراً تكثيف جهود التوعية بجرائم النظام ومخاطر الإفلات من العقاب ومواجهة محاولات إعادة تعويمه. البند الأخير أكد عليه مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني. ذكرنا مواضيع المعتقلين، مواضيع إدخال المساعدات عبر الحدود، مواضيع القضايا اللي عم تصير بأوروبا، كيف نحن نستثمر التقارير والإدانات للنظام السوري وأيضا الاتهامات بجرائم ضد إنسانية لندفش أكثر باتجاه مسار سياسي إعاقة عودة النظام السوري للجامعة العربية أو تطبيع أي شكل من أشكال العلاقات. نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى إيثان جولدريتش وخلال كلمة له في ندوة الدوحة أكد أن واشنطن لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد، واتهم النظام بإعاقة العملية السياسية في سوريا. تخرج التوصيات ويأمل السوريون أن تتجسد على أرض الواقع وألا تبقى حبرا على ورق كقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. للمزيد حول هذا الموضوع معنا دكتور محمد ياسين النجار رئيس المكتب السياسي في حركة العمل الوطني من أجل سوريا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. مرحبا بكم دكتور على شاشة حلب اليوم. يعني دعني أبدأ معك من حيث انتهى التقرير، هل ستترجم توصيات الندوة على الأرض أم إنها ستبقى حبرا على ورق؟ أظن كما يعني حاول الجهة المنظمة لهذه الندوة أن تعيد الزخم للقضية السورية سواء على صعيد العلاقات البينية ما بين السياسيين السوريين وأيضا ما بين السياسيين والناشطين وأيضا أعضاء منظمات المجتمع المدني، وكذلك إعادة الزخم إلى الملف السوري حيث لوحظ خلال الآونة الأخيرة تضاؤل الاهتمام سواء على الصعيد الشعبي وأيضا على الصعيد الدولي من هذا الملف، بينما البيان هو تحاول أن يحدث المياه الراكدة على صعيد الملف السوري
وأيضا مما أفضح من البعض الجموع، البيان لم يتكلم عن أي إجراءات تنفيذية وخطط عملية للتعامل مع البنود التي تم التكلم عنها، وخاصة قضية الملف التفاوضي وأيضا إصلاح المؤسسات الثورة وقضية العلاقة مع اللجنة الدستورية، وخاصة أنها نالت النصيب الأوفر الانتقادات. طيب هذا ألا يعني أن بالفعل كل هذه القرارات سوف، هذا ما تفضلت به، ألا يعني أن هذه القرارات بالفعل سوف تبقى حبرا على ورق ما لم يتم هنالك يعني توجيه يعني آليات واضحة وأيضا لجان لمتابعة تنفيذ كل هذه المخرجات؟ الندوة كانت كما ذكر المنظمون هي ندوة بحثية وليس مؤتمرا يتعامل مع الشق التنفيذي، لذلك لم يتكلم البيان أو المنظمون وكذلك الصادر عن هذا الندوة أي إجراءات تنفيذية بخصوص التعامل مع هذه النقاط والتوصيات. وهناك تصور أن المراكز البحثية خلال الفترة القادمة يمكن أن تتعامل ويزداد الاهتمام بها من خلال تقديم السيناريوهات والتطورات على الصعيد العملي للملف السوري، لأن الاستراتيجية السابقة تحتاج إلى عمليات تطوير وأيضا عمليات إصلاح المؤسسات الثورة التي تعاني بشدة من قلة الفاعلية وخروج الشخصيات الفاعلة من الانضمام إلى المؤسسات الثورة. طيب لننتقل إلى موضوع آخر، يعني هل هنالك خطوات دولية برأيك لدعم يعني هذه الندوة أو توصيات هذه الندوة، خصوصا كان هنالك تصريح لنائب وزارة الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع؟ هناك بداية اهتمام واضح، يعني مجيء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى هذه الندوة ليقدم كلمته، هذا يعني أن هناك اهتمام بهذه الندوة وأيضا مخرجاتها والتواصل مع الجهات المؤسسات الثورة، حيث حصلت بعض اللقاءات الجانبية مع السيد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وأيضا استضافة قطر لها مؤشر مهم، حيث كان في بداية الافتتاح تواجد مساعد وزير الخارجية القطري وأيضا سفراء الدول المتواجدين في قطر. لذلك يمكن إذا ما حاولنا الاستفادة من هذه مجمل هذه الظروف أن نحاول نطور الملف السوري وأيضا أن نساعد على عمليات التواصل البينية المنقطعة فيما بين المؤسسات، خاصة خلال الفترة السابقة التي عانت فيه هيئة التفاوض من بعض الإشكالات الحاصلة على الصعيد الإقليمي، وكذلك بالنسبة للجنة الدستورية التي هي أصبحت مجرد آلية لإدارة أزمة في الملف السوري. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد ياسين النجار، رئيس المكتب السياسي في حركة العمل الوطني من أجل سوريا، كنت معنا من الدوحة. عقد المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان، بحث خلالها الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي في سوريا. وزير الخارجية الأردني شدد على أن بلاده مستمرة بالعمل مع الجهات الفاعلة للدفع باتجاه حل سياسي ينهي الأزمة ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لها أمنها واستقرارها ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين. فيما أكد بيدرسون على أهمية التعاون المستمر بين الأردن والأمم المتحدة في هذا المجال. نشرت مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية في تركيا بحثا حول آراء المواطنين الأتراك باللاجئين السوريين الموجودين في بلادهم. الاستطلاع أضاف أن جزءا كبيرا من السكان لديهم مشاعر سلبية تجاه السوريين، حيث بلغت نسبة المطالبين بعودة السوريين إلى بلادهم 66.1%، رغم أن النسبة الأكبر من السكان لا يواجهون أي مشكلة مع السوريين بحسب الاستطلاع. من جانبه قال مدير المؤسسة إرتان أكسوي إنه يجب بذل المزيد من النضال ضد المواقف الإقصائية والتمييزية بدلا من الكلام الذي يحض على الكراهية، وأكد على أنه يجب بذل الجهد لمكافحة السياسات التي
تنتهج أو تنتج الهجرة وليس محاربة المهاجرين. وفي ظل ازدياد الحوادث والتصريحات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، قال الدكتور ياسين أقطاي المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا، قال لقناة حلب اليوم إن الأحزاب المعارضة في تركيا باتت تستغل ملف اللاجئين لتحميلهم الأزمات الاقتصادية التي تواجه تركيا، وذلك خلال ندوة حوارية دعت إليها الجالية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا. أنت كشخص نافذ في السياسة التركية، هل يجب على السوريين أن يخافوا في تركيا؟ والله لا تخافوا إلا من الله، يعني لا خوف إن شاء الله. هذه العنصرية هي مشكلة طبعا، لا أريد أن أقول يعني أطمنكم بأنها هي ليست مشكلة، هي مشكلة بالنسبة لي أيضا، يعني أنا كشخص تركي ومواطن تركي وأنا أحاربهم، يعني أحارب العنصريون، يعني لأن العنصريون هي التهلكة لكل البلدة، هي ليست تهلكة للسوريين، هي تهلكة لتركيا. المخاطرة العنصرية هي ليس مخاطرة للأتراك للسوريين للإخوة السوريين فقط، هي لأن العنصرية عندما تبدأ لا تقف، تبدأ تأكل المجتمع، تبدأ تأكل المجتمع التركي، ولكن الحمد لله ليست بمستوى عالي. الحمد لله الشعب التركي عموما يعني كافة هو شخص هو بعيد عن العنصرية، ولكن للأسف الأحزاب اليساريين والأحزاب المعارضين الآن في تركيا يستغلوا هذه الورقة، اللاجئين أو السوريين أو المهاجرين أو ما تقولوا، يعني كلهم يعني يستغلوا هذه الفرصة بأن كل في أثناء كل الأزمات الاقتصادية تحمل على اللاجئين وعلى الأجانب، هذه من المعتاد في كل العالم، يعني يعني هذه صعوبة طبعا، ولكن إن مع العسر يسرا، يعني إن شاء الله لن يعطى لهم هذه الفرصة، ولن لن يكونوا أبدا إن شاء الله مسيطرين على الوضع. يستمر إضراب المعلمين لليوم 15 على التوالي في أكثر من 100 مدرسة في محافظة إدلب جراء استمرار عملهم التطوعي منذ سنوات عدة دون تلقي أي أجور لقاء ذلك. ونفذ الكادر التعليمي التابع لمديرية التربية والتعليم في محافظة حماة وقفة احتجاجية وإضرابا عاما أمس السبت في مدرسة أو أول أمس السبت في مدرسة الصناعة داخل بلدة أرمناز شمال غرب محافظة إدلب، وذلك احتجاجا على انقطاع الدعم. هذا والتقى مراسل قناة حلب اليوم مع عدد من المحتجين للوقوف عند مطالبهم. نحن أعلننا إضراب اليوم عن التعليم حتى يستجيبوا لمطالبنا، ومطالبنا أن يقدم لنا دعما ماديا. ما هو السبب الذي يقدم الدعم المادي لجميع الوزارات باستثناء وزارة التربية؟ من المسؤول عن ذلك؟ هل يهدف التجهيل؟ هل يهدف إلى تجهيل المجتمع؟ فليجيبني أحد. هاي المدرسة اللي خلفي، هاي مدرسة عم يدرسون بها طلاب بالشتوية، هل هذه المدرسة تغني من برد؟ أتمنى الكل يشوف وضع المدرسة. احنا اليوم وصلنا لمرحلة انه عوائلنا قامت تطلب منا حق ربطة الخبز ما عاد فينا نعطيها، في معلمين عمال يجون متورات من مدرسة المدرسة يتنقلون حق بنزين ما ظل عندهم، منين العالم بدها تصرف؟ منين العالم بدها تعيش؟ احنا نناشد كل الجهات انصاف المعلم. يلا متطوع بعمل عادي بيقعد ورا مكتبه بياخذ 400 دولار والاستاذ اللي عم يتعب كل وبيربي هالاجيال ما ياخذ اي شيء، نحن واقفين اليوم هالوقفه الاحتجاجيه بس مشان نأمن جزء من حقوقنا، من حقوق التعليم اللي وصانا الرسول انه نتعلم ونعلم، ونحن ما عم نحسن نترك الاطفال لاي حدا لحتى يعني امانه برقبتنا، ولكن نحن كمان عنا تأمين لأسرنا، لازم يكون عنا أي شيء لحتى نحقق مطالبنا، بتمنى حدا يسمع صوتنا. شاهدين نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة بطولة لألعاب الذكاء في عفرين شمالية حلب.
أيلول 2015 تاريخ حفر في ذاكرة السوريين بالدم. أكثر من 100,000 غارة جوية، ألاف القتلى وملايين المهجرين. محتل لا يعرف الرحمة، لم تسلم منه المدارس ولم تسلم منه المشافي أيضاً. تهجير وأفراغ للمدن، هدن وتسويات مزعومة دون أي تنفيذ، بين فيتو حاضر دوماً في مجلس الأمن ومؤتمرات كثيرة للوصول إلى حل سياسي. الوجود الروسي في سوريا سنوات والمحرقة مستمرة. صناعة الوهم يأتيكم في الأوقات التالية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. تشهد محافظة السويداء احتجاجات شعبية بدأت أمس الأحد، عبر فيها المتظاهرون عن استيائهم من الواقع المعيشي، وذلك عقب قرارات النظام الأخيرة فيما يتعلق بحرمان بعض الفئات من المواد المدعومة. هذا وعززت الأفرع الأمنية والتابعة للنظام مواقعها عقب الاحتجاجات السلمية تحسبا لتصاعد الأحداث. السادس من شباط 2022، مظاهرات سلمية في السويداء احتجاجا على قرارات النظام بحجب فئات من الدعم المحدود أصلا. هكذا تبدو المظاهرة في شكلها المبدئي، بينما تحمل في طياتها تفاصيل أخرى. 10 سنين ونحن نقول الوطن جوعان، الوطن جوعان، الوطن مجروح. طلع آخر شيء المجروح والجوعان هو أولاد الفقراء. أولادنا بعثوا لياهم بتوابيت خشب، أولاد مسؤولين كحشوه لبلد بلد بتوابيت ذهب وبمصاري بأموال. مظاهرة المدينة هي جزء من حالة استياء عامة تعيشها المحافظة، عبر عنها أبناؤها بقطع الطرقات وإشعال الإطارات لساعات. حركة رجال الكرامة في وقت سابق حذرت النظام من انفجار الشارع كنتيجة حتمية لممارساته، نظام لا يملك ما يقدمه سوى طلب الصمود والصبر بحسب السويداء 24. في بعض هتافات المظاهرة تظهر لغة الاستياء جلية من حكم عائلة الأسد، عائلة قتلت وهجرت واعتقلت في عهد حكمها آلاف السوريين وجوعت مواليها وضيقت عليهم، وليس فقط معارضيها. حالة الغليان المستمرة في السويداء لم يغفلها النظام، تعزيزات عسكرية وصلت المدينة تحسبا لتمدد الاحتجاجات والمظاهرات بحسب السويداء 24، وربما تحسبا لتغير الهتافات والمطالب وتصاعدها، أو ربما تحسبا لرفع علم الثورة الذي رفعته السويداء في مظاهرات سابقة. عشر سنين ونحن قاضيين على الشرع، ام الشهداء حاملين صوره ابنها وحتبكي، ومرته الشهيد طالعه بدها قليل زيت وكيلو سكر، اولادنا شاعوا، اولادنا ماتوا من البرد. حال السويداء لا يختلف عن حال باقي المناطق التي يسيطر عليها النظام، والتي تغلي من الواقع المعيشي في دولة تتصدر المؤشرات العالمية للفقر والجوع والفساد والأمان وانعدام الأمن الغذائي للمواطنين. وللمزيد معنا الأستاذ حافظ قرقوط الكاتب الصحفي ضيفنا في نشرة المنتصف. مرحبا بك أستاذ حافظ، ضيفي من السويد. يعني بداية، ما هي آخر تطورات الاحتجاجات في السويداء، وهل هنالك أي اعتقالات أو تصادم مع المحتجين السلميين؟
نعم أستاذ عمار، تحية لك لمشاهديك الكرام. يعني حتى الآن ما في اعتقالات، إذا بدنا نتابع المشهد فقط في انتشار الأمن على والقناصين كعادة النظام على الأسطح المحيطة في المطارات وفي بعض أماكن حساسة. البارحة حاول أن يجري استدام مباشر مع المحتجين، قدم إليهم بعض الضباط مع مرافقتهم مع عناصر أحاطت بهم، لكن اتضح للضباط هؤلاء بأن يعني المعتصمين يعني خلص قطعوا الكرت مع النظام، لذلك هن انسحبوا ورجعوا للأبنية المحيطة في مكان الاعتصام. اليوم في دعوات جديدة للاعتصام أنه يتجدد، التهى الاعتصام قبل قليل في وسط المدينة وأيضا فتحت الطرق اللي كانت مقطوعة، لكن هنالك دعوات لتجدد هذا الاعتصام غدا. أيضا اليوم كان ملاحظ بأنه المحلات المحيطة في مكان الاعتصام أغلقت أبوابها لطلب من المحتجين. أيضا كان هنالك طلب للدوائر المحيطة في مركز المدينة أو مركز الاعتصام الذي تظاهر به الشباب للموظفين لإغلاق الدوائر يوم غد والمشاركة في هذا الاعتصام أو البقاء في بيوتهم. هكذا تتصاعد الأمور رويدا رويدا. أعتقد أيضا لولا أزمة المحروقات ولو تيسرت المواصلات بين القرى، يعني السويد هي مجموعة قرى ومناطق حول بعضها مع مركزية المدينة، لكن لو توفرت وسائل النقل بشكل سليم وهنالك محروقات حقيقية لانتقلت الناس أيضا من القرى، ولكان الاعتصام أكبر بكثير مما شاهدناه. لذلك كان هنالك قطع طرق في المناطق لتعذر الوصول إلى المدينة بسبب هذه الأزمة. من جهة أخرى أعتقد بأن أيضا الشعارات التي سألت عنها هي ذاهبة باتجاه تصعيد. كنت أريد أن أسألك عن موضوع آخر، يعني إلى أين ممكن أن تصل هذه الاعتصامات، وهي ليست الأولى، يعني لطالما أهالي السويداء وقفوا في وجه النظام واحتجوا أمامه. نعم أستاذ عمار، وتكلمت مع حضرتك أكثر من مرة ضمن هذا وما حلب اليوم ضمن هذه البيئة، وكما لاحظنا يعني في السنة الماضية هنالك عدة مظاهرات وقد أحرجت النظام، وكانت هنالك شعارات مميزة أخذها بعض الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا جيد بأن الشعب السوري دائما ولاد، يعني السويداء هي جزء من هذا الوطن، جزء من سوريا، جزء من تكوين الدولة السورية التي ساهمت في تأسيسها قبل 100 عام أثناء الثورة السورية الكبرى. أعتقد الآن بأن الرسائل التي يجب أن تصل إلى العالم بأن هذا الشعب السوري ما زال في أزمته، ما زال هذا النظام يأخذه كرهينة لديه، يتحكم بلقمة عيشه ويتحكم بيومياته ومستلزمات حياته ومستقبله، ولا يوجد حلول لدى النظام إلا الحلول الأمنية. فلذلك سلامة سوريا ومستقبلها يكمن في الانتهاء من هذا النظام وإسقاطه والبدء بمرحلة ديمقراطية في سوريا. أعتقد بأن أيضا من أهمية هذه الرسالة داخليا، فبقية المحافظات التي ما زالت تحت حكم النظام من الساحل إلى دمشق العاصمة إلى وسط سوريا هي تعاني بنفس معاناة أهل السويداء. قد تكون هذه الشعارات التي تمس وجدان الناس موجودين تحت حكم النظام تدغدغ تلك المشاعر وتولد ثورة أخرى، أرجو ذلك. شكرا. لكي يكون خلاص للشعب السوري. شكرا جزيلا لك الأستاذ حافظ قرقوط الكاتب الصحفي ضيفي من السويد، شكرا لك. نظم نادي الرواد وبتعاون مع المكتب الرياضي للمجلس المحلي في عفرين دورة لألعاب الذكاء شارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة، وذلك تحت إشراف مدربين مختصين. يحركون أحجارها ومعها تتحرك أفكارهم لوضع خطة للفوز في لعبة البنتاغو، لعبة الذكاء الشهيرة. نادي أشرعة وبالتعاون مع المكتب الرياضي في عفرين نظموا بطولة لألعاب الذكاء بمشاركة أعداد كبيرة من الأطفال الذين تنافسوا في عدة ألعاب بإشراف حكام مختصين عملوا على تقييم مستويات الذكاء لدى المشاركين. هي البطولة الأولى اللي بتصير بالصالة للألعاب الرياضية لألعاب الذكاء. ألعاب الذكاء الألعاب الأساسية اللي هتكون فيها المسابقة هي 6 ألعاب، الإيكوليبير والكيبيتس والكولامي والريفيرسي والمانجالا والبنتاغو. شارك 100 طفل بهي البطولة والمسابقة، ويتكرم منه 32 طفل إن شاء الله. كل لعبة يكون في 4 مكرمين بإذن الله. تعتبر ألعاب الذكاء رياضة ناشئة في الشمال المحرر، وباتت تلقى إقبالا جيدا من قبل الأطفال، وخصوصا بعد تنظيم بطولات لها
حيث نظمت أولى هذه البطولات في مدينة إعزاز لتكون البطولة الثانية في عفرين. قرابة 30 لعبة تصنف بأنها ألعاب ذكاء للفئات العمرية ابتداء من عمر 7 سنوات وحتى 15 عاما. شاركت بلعبة بنتاجا وفزت على 3 أشخاص. اللعبة عبارة أنه طبق 5 أحجار في فرد مكان قطرياً أو أفقياً أو عامودياً، وتعلمت اللعبة بأشرعة. شاركت بلعبة الريفيرسي، وطبعاً في 4 ألعاب متقنون، البنتاجو والمنقلة والريفيرسي والكولامي. أنا اخترت لعبة الريفيرسي لأني حسيت أني شاطر فيها، وطموحي أني أطلع لبرا البلاد وشارك بالألعاب الذكاء. تنمية المهارات العقلية والذهنية للأطفال هدف القائمين على تنظيم البطولة، حيث سبق هذه المسابقة تدريبات خضع لها الأطفال طوال العام لإتقان هذه الألعاب التي تحتاج للتركيز والتدريب بشكل متواصل دون انقطاع. مجد العمر، حلب اليوم، عفرين. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في.نت. في أمان الله.